هاتي الكلمات بعنوان الفوز لا توفيق ولا حظ. باختصار شديد، الناس عندما تسعى نحو الفوز وتظن أنه من خلال التوفيق أو الحظ، هنا تكمن المشكلة. دعونا أولا نعرف ما هو الفوز. الفوز بتعريف الناس، بتعريف العرف، خلينا نقول بعرفنا العام بعيدا عن الدين، الفوز هو المال الكثير، الجمال، الكمال، القوة، العلم، المكانة الاجتماعية، المنصب الاجتماعي، العمل العظيم، كل هذا نعتقد أنه فوز في هذه الحياة، وهو صحيح، الإنسان يسعد عندما يحصل على هذه الأشياء. لكن الوصول إلى هذه الأشياء، بعض الناس يظن أنه توفيق من الله عز وجل، وإذا لم يعطى هذه الأشياء يظن أنها نقمة من الله عز وجل أو عدم توفيق. فالله عز وجل فولد وعنده أموال كثيرة، ولدت جميلة، ولد عنده صحة جيدة، يقدم على عمل يعني ينظر فيرى التيسير، الأبواب مفتوحة، يلعب، يفوز، فيظن أن هذا توفيق من الله عز وجل. الناس تانين بيظنوا أنه لا، هذا الموضوع مو موضوع توفيق إلهي، خاصة الناس الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، يظن أنه هذا حظ، هذا صدفة، هذا بسبب خطأ الآخرين. يعني بيقول لك أنا والله حصلت على هذا العمل لأنه الحظ ساعدني، يوم الامتحان والله اللي أشطر مني غاب. الآن بالمباريات بيقول لك والله أنا حظي حلو أنه والله اللاعب الجيد في المباراة في الفريق الآخر كان تعرض لإصابة بمباراة سابقة فأنا فزت بالحظ. تعالوا اليوم بدنا نحكي بهذا الموضوع بشكل واقعي وبشكل جدي وبما يوافق الشريعة. وتعلمنا سابقا نحن لما نحكم على أي شيء يجب أن نحدد المرجعية التي نحكم بها على الأشياء أو الأفكار. يعني أنا الآن لما بدي أخذ قرار أنه هذا الأمر هو فوز أو لا، هو نصيب أو لا، هو قدر أم لا، توفيق أو لا، أنا لازم يكون بدي أحدد المرجعية. هل المرجعية اللي أحكم على هذه الأشياء العرف العام أم الشرع؟ فالآن بدي أقول والله الإنسان اللي معه 100 مليون هذا فائز بعرف الدنيا أم خاسر؟ بعرف الدنيا هو فائز. طيب هذا المال إجا من خلال الميراث فهو ما سوى شيء، إذن هذا توفيق من الله، هذا بعرف الدنيا أيضا. بعرف الناس هذا المال إجا بالحظ، حظه هيك أنه جده مات وهو ما الوريث الوحيد. لكن تعالوا نحط هذا الكلام بميزان الشرع. هل أولا الفوز بهذه النعم، الفوز بكل شيء في الحياة، نجح بمباراة، نجح بالحصول على شقة معينة، على منصب معين، على وظيفة كانت مستحيلة، على ميراث ضخم، على نسبة عالية من الجمال، حصلت على نسبة عالية من الجمال الله خلقها فهي جميلة جدا، هذا إذا بدنا نعتبره فوز، تعالوا لنشوف ما هو الفوز في القرآن الكريم، كيف يعرف لنا الشرع الفوز. الفوز يا أحبابنا بشيء بسيط جدا، الله عز وجل يعطي النعم لمن يحب ومن لا يحب. إذن العطاء من الله يأتينا للجميع، وحتى بالآية الصريحة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني الله عز وجل يقول لنا أنني فضلت أناسا على أناس. الدليل الآن واحد صار نبي، واحد صار ملك، واحد ولد ملك، واحد ولد ابن ملياردير، واحدة ولدت جميلة الجميلات. طيب هذا تفضيل من الله عز وجل. الآن هل نعتبر هذا الفضل هو فوز؟ هذا السؤال الكبير. هل ما فضل الله به على أن الله عز وجل يقول لك فضلنا بعضهم على بعض، فضل الرسل، فضل أقوام، وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، إذن هناك في قدر من الله عز وجل، في إنسان أعطي وإنسان لم يعطى. في المهاجرين شو ساووا لحتى
يمنع عنهم الأرزاق بسبب كفر الكفار. الآن إنسان بيكون محضر حاله لعمل معين، لشيء معين، بيجي مرض، بيجي شيء فيمنعه عن استمرار هذا العمل. الناس اللي كان عايشة بأوطانة وتركت أوطانة جميعا وغادرت وكان عندها أحلام وآمال كبيرة جدا. إذن هل أعتبر أنه ما أتاهم هذا فوز من الله أو ما منع عنهم هذا عقاب من الله؟ لا، هذا اللي بدنا نوضحه اليوم. لما منقول الفوز، الفوز لا يكون بوجود النعم بل بماذا نفعل بنا النعم. أرجوكم نحفظ العبارة، ليس الفوز بما حصلنا عليه من نعم، الفوز الحقيقي بما فعلنا بهذه النعم. ما الذي فعلنا؟ الآن الشرع يقول إذا فعلت بهذه النعم ما يريد الله عز وجل فأنت فزت فوزا عظيما لله عز وجل، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن الطاعة فيما آتاني الله عز وجل هي التي تجعلني فائز. طيب امرأة جميلة، طيب هذه من الفائزات. الآن نسأل ماذا فعلت بجمالك؟ والله أنا عرضته للبيع لمن يدفع أكثر. إذن هي لم تكن فائزة فوزا عظيما، لكن استخدمته في زيادة محبة الناس، صاروا يرغبوا، كانت تعلم فالطالبات يحبونها أكثر، تستخدم هذا الجمال في نرضي الله عز وجل، كانت تعف زوجها، كانت تكون حسنة مع جيرانها. إذن هذا الجمال استخدمته في طاعة الله عز وجل ومنعته عن المحارم، هذه فازت فوزا عظيما. ورث مالا كثيرا، طيب نسأله ماذا فعلت به؟ هل أطعت الله ورسوله؟ إذن القانون واضح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، مو فوز عادي، لأن المعيار في النعم ماذا فعلت بها. الله عز وجل يؤتينا كثير من النعم، لكن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما الذي آتانا به الله عز وجل؟ الآن يسألنا بعد ما آتيتك ماذا فعلت به؟ ماذا فعلت بالنعم؟ مقدار ما تفعله بالنعم هو المعيار لأن أن تكون فائزا فوزا عظيما. إذن الفوز يكون بما فعلت من نعم. أنا طلعت الأول على الجامعة، طيب جميل، هذا بالظاهر نعمة، جميل، هذا نجاح. والله أنا نجحت بتوفيق من الله أو نجحت بالصدفة. الآن لن نتكلم على أنك فزت وأنك أخذت معك، أنت أخذت المركز الأول على الجامعة. سنسألك ماذا فعلت بهذا النجاح. الآن دكتوراه، في ناس للأسف بتلاقي صار دكتوراه بالشريعة، لكن للأسف كما كنا مرة يعني في أحد المؤتمرات التقينا بأحد الذين أخذوا دكتوراه من أحد الدول الأجنبية في الشريعة الإسلامية، فللأسف بعد نهاية الدكتوراه طلع معه ألف كتاب، رسالة الدكتوراه تبعه. ما هي رسالة الدكتوراه؟ أن القرآن من تأليف محمد، هيك عمل كتاب. طيب الآن ما الذي استفاده من هذا الفوز بهذا العلم؟ الذي استفاد منه أن تحول إلى إنسان لا يحب الله ورسوله ويطعن في دين الله عز وجل. الله آتاك جمال، لا تقولي أنا فزت، والله بنتي جميلة. طيب الآن ماذا فعلت بجمالها؟ أتاني الله مال، ماذا فعلت؟ إذن معيار الفوز لا يكون إلا بعد العمل. لذلك حتى الدكتور راتب جزاه الله خيرا يقول العمل الصالح هو بعد العرض على الله. يعني لا تقول أنا حتى عملت عمل صالح، إيه تقول عملي صالح؟ إذا عرضته على الله فوافق شرع الله عز وجل. كيف يعني وافق شرع الله؟ يعني مطلوب بالعمل الصالح أمرين، صواب وإخلاص، صواب وإخلاص. ومثال بيطرحوه دائما على المشركين اللي كانوا يطوفوا حولين الكعبة. إذا كانوا يطوفون حول الكعبة ويعبدون الله لإله هذه الأصنام، طب ويطوفون عورات. الآن إجا الإسلام قال نعم للطواف، واجب على المسلمين طواف، لكن بتكون تلبسوا لباس الإحرام. فتحول الآن هذه الطاعة صار معها إخلاص، فالآن صار الأمر مقبول. أما طاعة بدون إخلاص ما بيمشي الحال. فلذلك بدنا نشوف العمل اللي عم نقوم فيه هو بطاعة الله عز وجل. طيب الآن في ألعاب، طيب الناس بيقول لك والله هذا فاز، هذا المنتخب على هذا المنتخب. طيب
ماذا فعلنا في هذا الموسم؟ هذا كان في طاعة الله أو في غير طاعة الله؟ الحكم بعد النتائج، الحكم بعد العمل. طيب أنا ربحت جائزة كبرى، ماذا فعلت بها؟ أنا رزقني الله زوجة رائعة، طيب هل أكرمتها؟ هل أطعت الله فيها أم لم أطع الله فيها؟ إذن لا تقولوا عن إنسان أنه هذا فاز وهذا نياله، مثل ما عملوا يلي شافوا قارون، يلي شافوا قارون وشافوا المال يلي إجا، قالوا أنه هذا الإنسان أتى الله حز عظيم جدا. يعني انظروا إلى هذا الحوار القرآني، الله عز وجل يخبرنا ماذا قالوا، قال الذين كانوا من قوم قارون عندما قال ربنا عز وجل: فخرج على قومه في زينته، في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا اعتبروا الحظ العظيم هو في الفوز في هذا المال. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يعني لو كان هذا المال عم ينفق في سبيل الله يؤدي زكاته فقط، لو كان يؤدي زكاة ماله ما نحسد نقول عنه هذا إنسان بخيل أو شحيح. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الآن دققوا: وأصبح الذين تمنوا مكانه، واليوم عشرات يا حبايبنا يلي عم يتمنوا أنا مكان هذا المطرب، هذه الممثلة، هذا الغني، هذا صاحب المنصب، هذا صاحب العلم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ندموا عندما تمنوا. لذلك اليوم في كلمة حلوة دكتور راتب، أنه أنت شوف حياة الإنسان من نهايتها، لا تشوف من أولها، بتشوف هذا إنسان مبسوط ورائع ويعني وسوشيال ميديا وحواليه ناس رائعين جدا، إذا كان يعمل لله والله فرح له وتمنى أن تكون مكانه. لكن إذا كان يعمل لغير مرضات الله عز وجل، إياك أن تتمنى تكون مكانه، إياك أن تتمني تكوني مكان هذه المشهورة وهذا الإنسان الإنساني، لأنه مجرد التمني سيدخلك في حسرة، ثم بتصير فيك تحسر، مثل ما قالوا هدولي أنه تمنوا يكونوا بمكانه، لكن بعدين قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن إياك إيانا أن نتحدث عن فوز أحدهم، عن ثروة أحد. دول بتلاقي والله يا أخي هي دولة عظيمة، عندها أموال، عندها صناعات، طيب ما الذي تفعله بها؟ إذا كان في طاعة الله والله نفرح لها لأنه هذا في طاعة الله، لكن إذا في معصية الله، إذا في الإساءة للآخرين، إذا في ظلم الآخرين، المعيار ليس في النعم، المعيار فيما نفعل من النعم بالنعم. إذن المعيار ليس ما لدينا من نعم ولكن فيما نفعل من نعم. طيب الآن الخطوة الثانية، ماذا عن التوفيق والحظ؟ أنا لا أملك أن أقول أنه هذا توفيق من الله. للأسف اليوم نسمع أنه والله نحن الله وفقنا بهذه المباراة، أو والله نحن ما حالفنا التوفيق. طيب اليوم كلمة التوفيق، التوفيق من الله عز وجل، لكن التوفيق هو لعمل الخير. فالآن إذا أنا فعلت فعل ووجدت أنه خير فأنسب الخير إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، لأن الله لا يوفق إلا إلى الخير. لكن مو أنا اللي بحكم، هاي النقطة الدقيقة، مو نحن اللي بنحكم أنه هذا الفعل خير، والله الله وفقني واشتريت هذول البضاعة. طيب أنت تعتبر أن هذا توفيق، هذا لعله استدراج. طيب شو المعيار؟ ما الذي فعلته عندما بعت البضاعة وحصلت على الأرباح؟ هل أديت شكر الله عز وجل؟ هل عندك أم وأب أرضيتهم، ساعدتهم، أعنتهم؟ عندك أخت فقيرة ساعدتها الآن أيام شتاء؟ عندك مال أنفقته على أقاربك من الفقراء، من المعوزين، من الذين يعيشون الآلام هذه الأيام؟ الآن لا تقول عن إنسان نياله معه مال، لا تقول عن إنسان نياله عنده منصب، يا نياله زوجة غني، نياله أولاده شاطرين. شوفي ماذا تفعل بهذه النعم. يعني عندنا مثال الإنسان العظيمة
شام، أم شام، الفتاة شام يلي قدمت هدية كبيرة للعالم العربي والإسلامي والسوري بنجاحها بهذه المسابقة الكبيرة. طيب بالمقابل في أم عم تفرح إنه حطت أولادها بهذه مسابقات الغناء بنفس العمر، تفرح إنه والله بنتي أنا طلعت الأولى بمسابقات الغناء، وكلاهما محجبتان للأسف. طيب الآن شتان، الله عز وجل سيقول لها أنا أرسلت لك فتاة ذات موهبة، هي حطت موهبتها في ما ينفعها في دنياها ودنياها وأخراها، وعز وكرامة لها ولغيرها، وكانت سنة حسنة. الثانية كانت مأساة لنفسها ولأهلها وكانت سنة سيئة. فالآن بدنا ما نحسد إنسان، لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. إمتى بتمنى؟ لما بيكون في عنده زيادة بالطاعة، زيادة في الإنفاق. معلش أنت حطي بنفسك يا ريت أنا مثل الإنسان المنفقة، مثل الإنسان الحافظة، مثل الإنسان اللي تخدم الناس. هذا اللي نحن بنقول عليه التوفيق. إذا التوفيق هو بعدما أنعم الله علي ماذا فعلت بهذه النعم، فإن فعلت خيرا فهو التوفيق. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا مشهد من مشاهد التوفيق. يأتيه إنسان يقول له، يمسك بزمام الناقة، يقول له يا محمد، واحد من الأعراب، يقول يا محمد أخبرني عن ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، أخبرني عما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. الآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد وفق هذا الإنسان، وفق ليه؟ لأنه يسأل عن ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار. طب خلينا نحط هذا الشعار فقط هذا السطر. بدك تعرفي حالك موفقة، بدك تعرف حالك موفق، هل تسأل عما يقربك من الجنة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبعدك من النار؟ إذا عملت هيك النبي يقول لك أنت موفق. إذن الموفق في تعريف النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل عما يقربه من الجنة ويسأل عما يباعده عن النار. واضح؟ طيب مين الثاني الموفق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. إذن يلي بيشعر حاله أنه أعماله صالحة حتى الموت، عرف أنه هذا توفيق من الله عز وجل. لذلك بده يحرص الواحد على حسن الخاتمة، أنه أنا لا يلقاني الله عز وجل وأنا أعمل عمل غير صالح. طب من يضمن لي العمر؟ إذا القضية واضحة، أن أستمر في العمل الصالح ما دمت حيا، فإذا أتى الأجل مت وأنا على العمل الصالح. إذا عملية التوفيق مختلفة تماما عما نظن. نظن إذا أنا نجحت في الدنيا، أخذت منصب، أخذت مال كثير، هذا التوفيق. لا، نحن عم نقول تمتع بالدنيا وخذ من الدنيا ما شئت، وكن جميلا وكن قويا وكن صاحب منصب في أعلى المسؤوليات، لكن هل تفعل بهذه النعم ما يرضي الله عز وجل؟ هذا هو المعيار. إذن عندما أقول فوز فهو ليس بالتوفيق الذي نظنه، هو بالعمل الصالح بعد هذه النعم. تبقى النقطة الأخيرة موضوع الحظ. قالوا عن قارون إنه لذو حظ عظيم، يعني اللي معه مال هو ذو حظ عظيم، بينما القرآن عندما تحدث عن الحظ العظيم قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. دققوا الآن، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب الحظ العظيم هو الإنسان الذي يدفع بالحسنة السيئة. صاحب الحظ العظيم هو صاحب الصبر، الإنسان الصبور على عداوات الناس، الإنسان الذي يتحمل الأذى من الآخرين ويعينهم على طاعة الله ويسعى في أن يقربهم من الله عز وجل، هذا ذو حظ عظيم، ذو نصيب. الحظ هو النصيب، هو القطعة، هو له جزء، له حصة من هذا الفوز العظيم من الجنة. إذن خلاصة الأمر أيها الأخوات، أيها الإخوة الأفاضل، عندما نتحدث عن الفوز نتحدث عن نعم كثيرة يكرمنا الله عز وجل، لكن لا نطلق عليها لفظ أننا فزنا حتى ينتهي عملنا إلى ما يرضي الله. لذلك عندما أحد الصحابة في أحد المعارك قال فزت ورب الكعبة،
لأنه مات وهو يقاتل في سبيل الله، إذن يحق له أن يقول فزت ورب الكعبة، لأنني بقمة الإخلاص أعمل لله عز وجل. مين بيقول فزت ورب الكعبة؟ الإنسان اللي معه مال والله كرمه، أكرم الناس الآن في هذا الوقت العصيب بالإنفاق عليهم بالإعانة وخاصة لأقاربي، هذا يحق له فزت. أنا الآن فزت، انتهى رمضان فزت، وقد كنت مخلصا به، انتهت صلاتي وفقد فزت بثواب الصلاة لأنني قمت بالعمل. إذن قضية أنه والله هذا حظ وأنه توفيق وأنا ما لي علاقة، والله يا بده بيربحني يا بده بيخسرني، الله عز وجل جعل الثواب والعقاب في الآخرة. لا الله عز وجل يخبرنا أن الناس اللي عم تنتظر أنه الثواب والعقاب في الدنيا هذا انتظار طويل الأمد. ربنا عز وجل يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تقول والله هذا حظه قليل، هذا غير موفق، والله تزوج مرتين وثلاثة وطلق، هذا غير موفق. مين أدرك أنه غير موفق؟ الموفق فقط في الخير، التوفيق في الخير، ولن أقول عنه إلا موفق إلا إذا قام بما يرضي الله. لكن عمل بما يرضي الله وما استقامت الأمور. سيدنا نوح ماذا فعل؟ هل كان غير موفق في ولده؟ هو دعا له وسعى له بالخير، هو ما له علاقة. هو ما الذي عمله سيدنا نوح؟ هو سعى له في الخير، إذن هو موفق لعمل الخير، لكن الآخرين ما استجابوا. فما بجيب والله أنا مو موفق بولادي، مو موفق بزوجتي، مو موفق بعملي. ما الذي تفعله؟ هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. أما والله حظ ونصيب وصدفة وهذا يعني هيك له هيك قدر الله عليه، هذا إياكم أن نتحدث عن الله عز وجل بما لا نعرف وبما لم يأمر به الله عز وجل. الفوز هو الطاعة لله عز وجل فيما أعطانا من نعم. أسأل الله العلي العظيم أن يحقق فينا الرجاء وأن يتقبل منا هذه الأمسيات الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.